السلام عليكم. نحن طوال 17 فبراير بجهد الحرة نجدد عهدنا مؤكدين على وفائنا لثورتنا المجيدة وأهدافها السامية، معلنين مجددا على تمسكنا بوحدة التراب الليبي تحت مظلة المجلس الوطني الانتقالي ببنغازي باعتباره الممثل الشرعي والوحيد لكافة أطياف الشعب الليبي العظيم. إلى أن تقوم ليبيا دولة حرة ديمقراطية. كما أننا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار آمنين من الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته. وندعو كافة أحرار ليبيا في المناطق المحاصرة والواقعة تحت ضغط كتائب الطاغية بأن يهبوا لنداء وطنهم وأن يقدموا أرواحهم في سبيله، فقد اقتربت ساعة الحسم وإن الطاغية وزبانيته ذاهبون لا محالة إلى مزبلة التاريخ. عاشت ليبيا حرة لكل الليبيين. 17 فبراير في مدينة شادو.